حدك. مساكم الله بالخير. خمس النور مرحبا. خير ابو يوسف. يا هلا. شلونك؟ بشرك. انا ابو سعود. يا هلا يا هلا. مساك طيب. دعوك طيب يا ابو يوسف. شكرا يا اخي. اكل تمر. ياكل تمر والقهوه ما قضى يا رجل. ها؟ هذه قهوه. تخبل انت ما تسمع. عمرك شفت الطحينيه توكل عليها التمر. ها؟ ما تسمع الولد حكى عليك يقول لك. اوي اي. الطحينيه حقت خبز. هي حق قهوه بس ما ادري يعني. كيف حقك خبر؟ ايوه. حويله. ما توقف مع التمر. ولا توقف مع التمر. ما شاء الله شو البيت يا ابو يوسف؟ تقل صايرت عليك كارثه يا ولد. اي والله مشروق يا اخوي. وي فرش وين؟ الفرش سرد كله. بالله. الفرش والصندوق الدلال. اعوذ. ما لقيت الا الخفايا. يعني تجمع هالحين. ها؟ اي والله. شوف خوينا هذا الله يبلغ. كل ما زين عزبته بهالبيت وشب وزان قمنا سير سرده قابل الاسبوع ثم طول عمرك وخذه يلقون خير من وراء هذا لو الكريم هذا لو الكريم والله يمكن معتاز يمكن يسترزقون من وراء يستفيدون لا لا ادريلا وبريد زين اللي ما راح الغاز والصندوق الدلال والفرش والمساند الفرش والمساند عندي يا ذيبان كفو والله ابو مالك اي والله الله يلا الشعب بكره نظبطه طال عمرك والسرقه الثانية عندي يسرقوك لو بعد الله يجزاك الله يجزاك بس خلهم يسرقوك لا انا علمك يا ابو مسعود ها احنا نحاول انه ما نغيب عنه اي لا لا انا عنده بس انا غبت عنه لي وقت والله ما بغى وجو خلونك يا ما تقوموا يعقبونه فرش بس عاد احنا ما احنا هي صارت على فرش اهم شيء فرش سهله سهله ما شاء الله ما شاء الله الله يجيب الخير يا ابو الله كريم يوسف الله كريم والله جو اليوم حلو صراحه ها جو حلو اليوم الغيم ايش تبي تجيب يا ابو يوسف يبيله إعادة هيكلة البيت يبيله تظبيط أبو يوسف وش فيك؟ وش فيك؟ لا هذا كبير هذا شلون ها تسوي وش يا ابو سعود ندات الشمس ندات الشمس وش قوس قزح قوس قزح اي وينه هذا تا اسمع انا ها 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 ربك هذا لونه كو يودي ها ها شوف هذا المطحنه ايه هذه على الجبل شوف حل ولا ها حل ولا والله حرك وين 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 يا ابو يوسف ابو سعود تعال 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 شوف شوف هذا 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 ايه هذا ناس يقولون له قوس قزح هذه اللي انا قوس قزح هذه معلمطه وحنا نقول له ندات الشمس شوفه ندات الشمس ايه مندي الشمس ما شاء الله في مطر ان شاء الله هذا البحر عكس او مدري الماء اللي يطلع من البحر عكس الشمس ويطلع ولا ها شوف ايش رايك بالتصريح يا ابو يوسف؟ ما عنده سالفه. تعال تعال. اجيك وين شنده؟ ها؟ يا حبيبي والله. الحمد لله. ما هي تطحن قهوه. ايه. خرب بهالعجبه. ايه. لقيت هذه على ولا. ما حسيت والله ابو يوسف. والله ما له محل يا ابو. والله في لي وحده والله. من وين؟ ها؟ من وين؟ والله من حق المقناط هذا ما شاء الله والله حلوه يا اخي والله رهيبه ابي قهوتك معك لا تخرب والله حلوه لكن نقول لك نجري انا عندي هذا المحول على الطفايه
لا لا هذا حول الكهرباء على ولا والله حركة منو؟ ابو يوسف قال ايش قال نداة الشمس؟ ايه لا قوس قزح اول ايش؟ لا قوس قزح عادي هذاك نداة الشمس اول مرة اسمعها إيه؟ انها تندي هذه ما ادري شلون هو ترى وهي من ما يعرف يمكن ما وصل لنا معلومة زين ها يمكن ما وصل المعلومة زين لنا اي لا ما ادري وش هو ترى وهي من ما يعرف هذا شو يدور هذا؟ وين؟ ها؟ هذا ضيع دومه ضيع قشه ضيع فر فر جاي خلى حكي عليك اسلم يا مرحبا يا ابو مالك يا مرحبتين البيت هذا ايه هذا اللي بنحط بوله شبه حلو لها يوميا لا شك شبه يومي شبه يومي على القدره شبه ابو يوسف سمى بالي توب هذا ايه شبه ابو يوسف والله تستاهل يا ابو يوسف والله ونعم ولا اسمح للي بيجي ويشرب يا مرحبا او بيجي انا وتقهوى عنده خيف كف اي والله كفو كطيب نبي نزبط له جلسه خاصه سمى شبه ابو يوسف لا الفايد هذا بلي توب تستاهل شبه ابو يوسف شبه ابو يوسف الله يطيبك عندك معارضه يا ابو سعود على هسه لا والله كفو ابو سعود كفو كفو ضيعت انا ضيعت حلتي ضيعت كل قشي ونرسله صار بهذا نرسله يشب له لو بحنا يعوق الدوام او شيء عملنا بالله والله يا رجوي انت صدق مش مضيع ولا اعطيك اعطيك وسط لا يا ابن هذا الغاز تعال تربتك عليه لا والله انا متاكد اني نزلته بس ما وين نزلت انت تدلها لك ابو سعود ها يا ابن السريت تدلها لك بس لا ينب البيت لا يدلنا ابو يوسف والله هذا ابو عامر كيف ما يدري وين وين روحك روح بالليات ها هلا ابو عامر هذا وش ولد ها تعال تعال هلا اجيب لك شيء ثاني من لا لا تجيب لنا شيء كل شيء عندنا تعال ما نبي بيبسي وين تعال انا ابي الخيال هذا تعال جاي قرب هالشده وقف وقف يا ولد اهلين يا هلا يا هلا جرب 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 جاي جرب جاي وشو هذا دبو هذا تونا طقينه ابره نبي يا حبيبي والله ما شاء الله هذا حصان ولا فرس تعبان يا ولد ما شاء الله بس مو هادي هذا شغلنا هذا هلا هادي حول عنه شوي حول عنه شوي لا خلنا بنطلع تفريغ هذا ابره بس ايش وين الابره هذه اي معلق له رنقر يثقل الحصان ما يعبناها انا يا ولد ليه صدقوا من هنا؟ تعويض مثلا سابق ولا اللون تعوض له فيتامينات يعني؟ ايه شو اسمه؟ فيتامينات اسمه رينجا حقته شو هذا؟ هذا التعويض الحصان اذا جاب مجهود زايد يعني؟ ايه ها؟ العلم مش وين منه؟ ابو مديع ابو قرون؟ ايه هي هو اللي مشوان تقول مثل قرون ابو يوسف هاي شو لا والله مثل قرون ابو فاس من ابو فاس؟ عمي ناهي ها ابو هي كلها قرون لا ما سبقنا ما رجعي يا مال العافية يا مال لا والله هو بعد ابو سعود لا ما يسكن يا ولد والله سقطوا هذه لا 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 عادي يلا ها ما شاء الله ما شاء الله عاش ابو يوسف عاش تعيش ترى القهوة جابت حلوة تحلوة كفو تحلويت الله حلاك لطخت من الطحينية والله لطخت حسبونا خبزة حلبنا هذا منو جايب الطحينية انت ولا هو؟
لا والله قبل خليته بيع القدار انا البيت. القدار جيب ونزله. هذا ما عرفت يا اخي. شو حجات هالبر ما عرف 20 هذه لك. بس هذه جبنا جاهزه. شو ما تعرف تشتري؟ أه؟ ما تعرف تقضى؟ ما اعرف ليه اقوى جاي. ايه والله ما ادري وش اللي ابوه عارف ما صح. بس والجبنه والقشطه هي. ايه زين هذول هذول. لا هذه ما اعرف هذه ما والله لو اقعد بالبقاله وش بكم قيمته يمكن بريالين. لا هذه طحينيه انت تاخذ بداله قشطه وتاخذ بدالها زبد وتاخذ بدالها سمن. ايه بس عاد اللي ملح ليه يا اخي هذا شوف لبن وش اسمه؟ لبن هذا. لبن. وشو؟ لف يمي؟ القرية. القرية؟ ايه. هل هنا؟ عاد اسمه كذا انا ما ادري. يا ويحي. في اشياء ينخش ابو يوسف ما ادري من يجيبها. هي خاصة هذه خاصة. الله. هذه الشرواكب. شرواكب طيب. يا مرحبا يا مرحبا ابو عامر. عمك سبل عمك ترى بلع منها التمر. حسب قشطة ذريها ملوية الحلال والخف منه حق الخبز يلا حيو يا مرحبا يا ابو عامر يا هلا عاش ابو يوسف تعيش تعيش السلام عليكم السلام السلام مساكم الله بالخير مرحبا مرحبا يلا حيوكم بدون تخصيص لا 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 خلو خلو تعال 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 حرام انت سلام عدوك يا رجل بدون يا رجل ما يحتاج يلا حيو يلا حيو العلوم وين الخيال تذكروا شوي يصيحوا نه راح يا ولد هذه وقع بها ابو سعود يا كلمنا وش هذه؟ ما ادري والله هذه حق الخبز ما هو لها يا فلج ترى احمد انا بس قطيت له وحيده شايف يا زين حطه براسي ها لا انا ما حطيته براسي ابو سعود وقع ابو يوسف موجود شوفه هي ها انا توني تحلويت منه عقب ما كليته خايته كلها انت ضربه واحده انت لخيته قبلي حق الخبز عصير وش عصير مو عصير مو عصير لبن لبن اسمه لبن قرية اي والله يهبل يا ابو عامر القرية هذا جبت ولا من جبت القرية القرية ما وش جبت من القرية من شب تدرب لك الطحينية لا لا ها ما عندي خبز الطحينية هذه حقت خبز الحين اتمشى بهالتمر كلنا كلنا ابو سعود يحسبونها دهن تنور يعني حق التميس الصبح اي والله في التميس انت شريت الذبيحه على التمر وهي في التميس ابي الوغدان خبز ها؟ ابي الوغدان ولا ما تقاعد انت حسب انك قاعد مثل غدوتي يا اخوي وش غدوتك؟ شو تغاديهم؟ الله يا ابو سعود ها؟ يا ولد يمكن حلوه هي تهول تهول يا لخمنا لخمنا من الغريمه بدك تلعب الحين الحين بس اصبر شوي عطوا يا عطوا يا ابو عامر عطوا تدربوا الطحينيه كله لا لا خلنا نجي نجي تعال امسك بلا 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 جرب جرب صب 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 اسمع مع صب صب منه صب هواي لا لا صب منه خرب 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 هذا احفظ من النص على الجيب ليه؟ انا الخشاش عطنا رايك شو اسمه خليني ذوقه اي والله وين؟ ها؟ يا ابي جغفل توبك قط الوجه لا شايف الوجه ويحي لو حلت بشرى لك قلب ولد الله هي هي انه ولا تقرطه قدامنا اللهم حطه بالباي حطه بالباي لا امسك حطه بالباي لا لا بلا بلا ينبت لا انت ولد ابو مالك ها يا ولد هذا اللي وصاه الطبيب متى؟ ابو سعود هي والله ما تنخلى هي بس قط خشيم الحين نواف ها لا تلخلخ ها خشيم دويب هاللون لا لا قرطه لا يا خربته لي ما بقى شيء اصبر خلنا عقنا حبه اوي هي مرايته تطلع وهلا تدع ما مثل هذا اللي يا اخي ابوه هذا طلعت معنا امسك امسك اشرب شاهي ما يخالف قبله قبله ايه ما يخالف قبل الشاهي هذا معونه هذا عز الله اضبط ترى من الغطاء التمر؟ ايه لا كيس ايه ما تنشف ما اي ما يجي هواء تنشف لا ما تنشف
تمسك رطوبته. هذه طول الله عمرك شفت التلعاس اللي شردي تبد اللي مسيلاي؟ ايه حلاتها به شبتها العصر. خميس الذيب. ان شاء الله الله اعطانا طولة عمرك. جاك بالمطر. الله يجيب الخير. الله يجيب الخير. ما شاء الله. ها؟ قال مطر والله العظيم ما شاء الله نغيم من مهول. ما شاء الله. إيه. الله تطلع شوف. يهول يهول. انزل على الله انزل على الله والله هسه حينية هذه فلا صار الله يجيب الخير. يا ولد ما مثلها يا ولد. هذه لنا بالخمعبه هذه وناخذها معنا طلعنا. جازت لك؟ اعوذ بالله. كودال هيا خذ لي كبيره. ايه؟ ما يجين هذه صغيره وصبها على العلبه هذه حقت التمر وحطها بالجيب. والله؟ اي والله. لا تخر لا تصبه فوق التمر. هي لا تخر لا خمعة خمعة خبل يا ابن الحلال والله يذيننا لنا خمعة هاو دعنا الناس بتعجبتنا تصب على المطعم وبأول شك عادت يوم يومين خرر مرة واحدة مش ماشية ما تقطعه ولا تعملها لا لا قطع لا يمكن احد ما يبي يا ابو يوسف لا انا ما ايد ناخذ واحدة ثانية ما يد انك تصب على التمر لا ناخذ العجل ولا ما يبي لا تحط انا زين زين انا عارف انا عارف تحطها بعلبه والله الحلبة. والله كنت تلقى ناس تدور انت بين عملها مثلا والله اي والله والله ليش لا هي كلها بهالبطه تبي تكتب تبي هذا لا لا صب على فنجاله لا والله هذا جاي ولا لك ايه ولا تغير يعني جب صب على الشاي لا لا كيف انت الخسران ادخل لا والله هذه هذه ما مثله مع التمر ما صار جازت لك اي والله هالحين انا اوريك بعد شوي هذه بوسي شو بتسوي؟ ابى اخذ لي وحده اكبر من هذه وصب عليها خميعه هذا بس على وناسه مثل الخماعه يا خماعه بلا دهن هاي كل جمريه ايه يا زينه الجمريه وخماعه بلا دهن مثلها ترى حلوه طحينيه ناس واجد يحطونها اخوي اسمع بالي منو هذا قالوا الخيخه على اللبن وش الخيخة على اللبن ايه يعني مطبوخة باللبن تولد مرة الخوي اللي جاب له طاسة كبر هذا اوه لقيت اول ما هي هذه لا هذه لا كبر هذا بلشين مثل هذا بس بو سمن قال هذه اسمه خواضة خواضة ايه قلت وش خواضة وش هذا خواضة النحو لا يا ابو هو بادهن هي هي بس شفت احنا نقول سمح القمح ايه يحطونه ويحطوا على النار ايه ايه يصب دهن عليه ويطبخ جربته انا ويخضه تدري وين جربته؟ جربته ايه؟ عند ابن جبريل يا اخي وين تقهويت عنده ايه؟ وحاطه ابن جبريل مطيري ايه ايه هو مطيري يا اخوي اللي قلت ايه قلت هذا وش سمح وطحنية ايه ومحرقة بنار اي ودهن وصاخنة يوم الظاهر بعدين اي بس سماه اسم بس انا ضيعته خواضة يا وخضابة يا وخضابة يمكن انا بعملها لكم الليلة ما تطلعون الا معنا ان شاء الله يوم ما تعرف ليه؟ خلاها يعني عط دهن وعط شو اسمه هذا؟ طحنية طحنية سمح واطبخ حطوا على النار لا بس السمح يقول غير يعمل لو مو على شكل اي 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 نعرف نقول بو هاشم يا ابي زينب اللي هي ابو يوسف اسمع مثل الله يرحمه يديه تقول بو هلو اسمع خلوه يجرب اول مره وانت عاد قرر عليه هو ايه؟ والله ما انا خابر اشتغل شغله صارت حلوه هلا اليوم شبت وزينه بهذا شوف انا بالخميس ابي معكم بس والله ابي اشتغل لكم لا ابو سعود شبته دايمه بعد هاي بلا يقول دايم اي والله لعلك بالقوه الله يسلمك لعلك بالخير والله يا اخي كره نوبل شو اخي صفرت يصرت بالدير يصرت نعم ها يصرت انا بالدير يصرت ما انا بالدير انت ولا ابو مال ويلي غورت عينك شبت صدرك الدلاك تبي له الاسم لا لا ابي الالبر ايه انا والله اني ذلل عليك خبر الذيب العوى لا عوى عليك لا عوى الذيب لا بالله شغل ها لا
الشغل يا حكم كلوب والله كفو يا ابو يوسف عز الله بالشغل خوش وعزبه انا دقاقي عزبتي كل شيء له شيء والله ايه عز الله ما تلمسيه لي سمعك يا بلا يا مسامير يعني نبني طلل نبني قصر خلنا ملهلك ما ادري وش الرب سوابه يا ولد انا ما ادري وش هاي طالع من جيبي انا اول مره اشوفه بجيبي وين اقول ابو شكار من قفو هذا القلص يا ابو سعود طيب ابو قلص عادي هذا شنكار وهذاك وشين هذا القلص القلص ها القلص يا ابو سعود الملح ها القلص يا شيخ اي والله يا عزوج وش هذا وش هذا ستوب سلك لا والله يرسب ذي حساس ها هذا الحساس بالله والله بالعاده هذا الحساس المس 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 شوف لو فيه الحساس بو حساس هو اي ما يروحنا اي بو ايه هذا انا سلك الحساس يا اخي ولد لا شوف جايبي لليوم هذا ينقطع والله مع البر ينقطع اي هلا وين دويت بنت حط وطيته تحت اي مجدي ايوه هو هاللون اول ها هو هاللون مره اليوم قامت ثلاثه من الغرفه وظنها هي اللي طلعت وهذا طلعت والغرفه عليه اي وهذا طلعت والغرفه ولا ما خبره وانا بجيبي يا رجل لا يا رجل هذا ابوها هذا مركب هذا جاهز عملنا بالله بشاص من اول بشاص من اول شو وضعك يا ابو سعود اول مره شوف ما شاء الله نعمه شوف ما شاء الله غابت الشمس بغيب الله كريم الله كريم الله يجيب الخير يا حبيبي تيل بالمحلاج والد قميص عشبوك ها خلاص من عند اهل المزارع والله اي والله هالبر شوف هالرجل وهو يطير لها عوي من الحليل هذا اي والله والله نسوى العرب يا ابو هندي لا والله سوداني ها يلا يا رب ترزقنا يلا اللهم امين شغيت مبارك يلا يلا لا تتكلنا على جهادنا والله ان بيدنا ابدا فترنا فترنا وبوهنا بوها فتره مع بوها مع اخواض تنبدين كلنا جمعان ها اي والله الله يعين والله عاد انت بكبوها في ها الله يعين بكبوها تنقدير اي والله انت بكبوها انت من اول شوف يا ابو مالك يا ابو عامر حنا نبي هذه شبه هالوقت شبه ابو يوسف اي شبه ابو يوسف بني توفي بيحط ابو مالك والله والله وهم هي صرت انا مشغول عاد اللي تفضى يشب عندي احلى من شبتي يعني ترو سبي وحنا البيت اللي بيجهز بو كل يوم نحط حاجه اليوم نزبطه يا ابو مالك من ايله ابد ابد انا قلت لك الفرش والمخاد والمراكي ازهلها بيض الوجه باتر ان شاء الله نرفقه وانا اقول لك المطعم والخواض يبه والله كفو يبه لك وقهوه وقهوه تبع علينا نافع ما شاء الله هو يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبتي يا هلا القطه وان شاء الله ها الجلسه الثانيه امر كل شيء جاهز يا ابو سعود الله ونعم بكم اليوم استفتحنا به والله منسين الله يطول اعماركم ان شاء الله منسين اجل الدنيا موليه والله ما يبقى لا احنا نبي نعيش بها شايف يا عزيز قد 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 بس نعم ابو مالك ها هي والله جيت من الدوام بس 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 قالوا تالي الساعة 11 مناوم ابو سعود قال بيزبط البيت اي والله يوم جا البيت يمر ما هو يا مرت عنبه سرفيش يا مردار يا ولد اشوى اللي بقى عاد هو مكانه سهل يا الامور بعد العب والقطيع الو كاد استودعناكم الله ان شاء الله بكره يجهز بيت ابو يوسف ومثل ما قال ابو يوسف راح ننزل لكم
حلقة حلقتين بالأسبوع لشبة أبو يوسف. والله ما ودي كثرة لك يا أبو. لا 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 بس ما خالف. يا مرحبا اللي بيجي تقهوة. أبد أنا من الدوام. قهوة كيف أبد الله محييه. أكون هنا. في أمان الله. مرحبا.